to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. بآمال تبنى على صوت الحروب تشرق الشمس غدا فنور الحق بدا وما مضى من أسى سوف يبقى سوف يبقى أبدا تنافر يا أزهارنا وانشر عترك الزاهي وارقد بين أحلامنا لنراها فجرا أيها الإخوة الشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا الاستعمار